لكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا شجار. جدي وين الدار والجار اللي كان يغار؟ لك يا جدي وين الدار والجار اللي كان يغار؟ وين البحر والليوان؟ وين الفارس والميدان؟ وين رجال ما بتنهان؟ وين الالفي والمحبي؟ وين النخوه؟ يا خساره جدي ويا يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا جار. شو أمرتوا سيدو؟ اطبخ الفخذة للبنات؟ أخي إذا جبت لي ذبيحة بدك تبخش لي بدني إن شاء الله؟ بكرة بس إجوا الذهبات بإذن الله بعطيك حقه وبخلص منك. إيه أنا ما صدقت خلصت من أم نجيب، تطلع لي أنت الثاني؟ لك أخي ليش هيك عم تحكي؟ ما بدك تغير هالطبع؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لك أخي هي القاورمة للشتوية، للشتوية. لا تصدق عمي، أبي بيسوي قاورمة ما بخلينا ناكل منها، بعدين بتدوت وبنكبها. سكتي وليه؟ قوم اخي قوم، قوم افتح بيت هالمونه وهات لك صحن قاورمه كبير خلي هالبنات ياكلوا ويشبعوا. شو امرتوا سيدو؟ صحن قاورمه وكبير؟ يا حبيبي يا حبيبي. ايه اخي ايه خليهم ياكلوا ويشبعوا. لك شو ياكلوا ويشبعوا؟ اذا كانوا للبنت بدهم ياكلوا ويشبعوا، رغيفين خبز وشويه دهن قاورمه وصلى الله وبارك. اسمع اخي، انا هدول البنات رح اخذهم يعيشوا مع عيلتي، وانا مسؤول عن اكلهم وشربهم وكسوتهم. عن حقها عمي؟ ايه عمي عن حقها. وشو بدك تاخذهم بقى؟ اخي هدول حريمات وبدهم حرمه تدير بال عليهم. ايوه. وديش لك تعطيني كراهون؟ كراهون؟ لك ايه كراهون؟ مو حتاخذهم يشتغلوا خدامات لمرتك ولادك؟ الله يصطفل فيك يا ابو نجيب، طول عمرك دني وشحيح ونيتك عاطله. الله يسامحك سيدو، الله يسامحك. الله لا يوفقك يا صبحية، عم تعملينه سحر لوضع. مرحبا يا امو. اهلين يا امو. شو وينه ابوك؟ شحب المضافة هو والخيالي. بده شي لساوي له؟ لا يا امو، القهوة جاهزة عنده، بس حضري لي ثيابي مشان اقوم اتغسل. ايه على عيني وراسي تقبرني. يا امو الله يوفقك، بس عجلي لك شوي مشان لحق صلاة المغرب. يلا يا امو يلا. يلا يلا يا ميت. اهلين وسهلين باخي جواد. يا ميت اهلين وسهلين، شلونك اخي؟ الحمد لله اختي الحمد لله، شلونك انت؟ الحمد لله. اختي صهري ابو ادهم عازم المخاتير والخيالي على العشاء، بقى شوفي شو بدك تساوي لحتى ساعدك. كل شيء جاهز لا تاكل همي. شلون كل شيء جاهز؟ يو
صهرك أبو أدهم قبل ما يروح على الميدان جاب لي كل أغراضي. يعني صهري عامل حسابه من أول إنه رح يعزم الناس على العشاء؟ لكان هذا صهرك أبو أدهم مو حي الله، بيحسب حساب كل شيء قبل بوقت. لكان رح أروح أنا على مضافة المختار أبو وضاح وعمل حسابك جاهين بعد صلاة المغرب. إيه ميت أهلين وسهلين. أختي بدي أسألك سؤال، صحيح ومو وقته بس صارت وصارت. أمور أخي خير شو في؟ صحيح صهري أبو أدهم مو عاجبه تاخدي مصاري بدال حصتك من الورثة؟ لا أيوه، مين قال هالحكي؟ والله سمعت نسوان إخواتك أم قعود وأم دياب هن اللي عم يحكوا هالحكي. أعوذ بالله، صهرك أبو أدهم أنت ما بتعرفه؟ ما بفكر بهالشغلات بنوب بنوب، بالعكس دائما بيقول لي تنازل عن كل ورادتك لأهلك. يعني عن زعل أختي؟ شو عن زعل أخي؟ عن محبة ورضا وطيب خاطر. والله يا أختي هدول نسوان إخواتك أم قعود وأم دياب بدهم يعملوا فتنة بين جوزك وإخواتك، ما في على لسانهم غير سيرتك وسيرة جوزك. هيك لكم يا سيدي، أنا كنت ناوي أتنازل عن كل حقي بالوردة، هلأ جكارة فيه للتنتين ما رح أتنازل عنك ليه؟ إلاك رح أتنازل إلك لأنك أنت أحق منهم كلهم. صفوان الضو رح ينطفي، قوم ساوي أخي. شافتيني دومري وليه؟ ليش شبط دومري؟ بشو أنت أحسن منه يا مو؟ والله يا مو مو قصدي، بس يعني أنت أبوك كمان ملاع غير الشغلة يشتغلها. صفوان هذا اللي عم تحكي عنه بيكون جدك مو عاد غريب؟ أمرك. المهم يا ابي نرجع لحديثنا. أنا حديث؟ حديث الفرس. ولك يا ابني الفرس بيكلف هديك الحسبة، نحن هلا بشو ولا بشو؟ بدنا نخلصك من الأخذ عسكر وبدنا نجوزك وهذا كله بيكلف مصاري. يعني هلا وضاح ولا شاهر ولا خير وأحسن مني، أكثر شباب الحارة كل واحد عنده فرس. خلص يا مو، يوم بيع الأرض اللي وردتها عن جدك الله يرحمه بجيب لك فرس. أكيد يا مو؟ يو شو عم أكذب عليه؟ أي وأنا كمان يا مو. شو بدك انت يا مو؟ وانا كمان بدي تشتري لي كراكوز وعواز. بدك كراكوز وعواز؟ اي لك ها اطقني يوم اللي حبلت فيكي وجبتك. وبعدين انت هاي الارض ما فيكي تتصرفي فيها، هاي الك ولا اخوكي الا اذا اثبتتي انه لا سمح الله توفى. ايه بسيطه، منجيب اثنين درويش نعطيهم فرنجين بيشهدوا معنا. لك انت عم تحكي عن خالك يا فهمان، افرض انه سويت هالشغله وبيوم من الايام رجع خالك شو بتقول له؟ يا حسرتي عليه، يا ترى بعيش وبشوفه صار له غاية من عمر زكية. يا مو هلا هو ليش ترك الحارة؟ والله ما بعرف يا مو، قال بده يروح على بلاد أمالكا بيجيب مصاري كتير وبيصير من البكوات. يي يبعت لي حمى، والله شفته بالمنام من كام يوم كان جاي لعنا وعم بيقول لي أنا خالك يا زكية قولي لأمك خليها تحضر حالة أنا جاي أخذها. أنت قلت له لك يا خالي يا خالي أنت عايش ولا ميت؟ قام إجا قال لي لا تركينا من مناماتك أنت التانية تضربي أنت والمنام. لك اسكت طول بالك خليها تكمل، كملي تقبريني كملي شو قال لي؟ خرست ما عاد أحكي شي أنا معكم. لك كملي منامك شو قال لي؟ ما بدي. حسبي الله ونعم الوكيل. راحوا كل الابن عمي؟ ما ضل حدا. والله ليش ما قلتوا لاخواتي يضلوا عنا؟ لك والله قلت لهم ما رضيوا. ايوه بيضت لك وشك قدام العالم ابن عمي. شو عم تحكي انت؟ طول عمرك رافع راسي. الله يخلي لي اياك. شو بقى نجاح؟ والله ما بعرف ابن عمي، يمكن ادنه عم تجع. طب شو لازم نسوي؟ شو بدنا نساوي يعني؟ هلا بدفي لها شويه زيت نقط لها اياهم بايدنا. بتعرف ابن عمي لو عندي خشخاش كنت غليت لها اياه وشربتها اياه، بتنام عليه اقوى. خلص ما صار شيء، هلا بخطف رجلي لعند ابو صفوان بجيب خشخاش. يو بهالليالي بدك تروح لعند ابو صفوان؟ لا لا تروح. لك شو فيها؟ البنت ما عم تقدر تنام. الهي يحمي لي اياك يا حق. بابا تام؟ ليه ابو وضاح؟ وين كنت؟ والله كنت سهران انا والشباب عند ابو عبدو، انت وين متيسر هلا؟ والله عندي نزليبه تعبانه ما فيها تنام. يجيب لك خشخاش من عند ابو صفوان. ليه لا تعذب حالك عندي بالبيت خشخاش؟ تعال اوريك اياه. شرب شرب بابا. حكيت بس هو الرجل. هدول خلصنا منه، بقيان علينا العقيد أبو أدهم.
يا بكرة بنشوف بياع على رأسه وسو بنرضيه، بصير يجيب لنا أخبار الحارة أول بأول. يا حيف عليك يا أبو محمد، حرامي بعد سنين كلها تطلع حرامي. أنا طول عمري بعرف الرجال من أول نظرة، بس أنت غشيتني، غشيتني يا أبو محمد. مختار، أنا كنت شاكك فيه من زمان، لأني شفته مرة فايت على بيته بعد صلاة الفجر، تاني مرة شفته هربان وعم بيقوصوا عليه الزابطية، كان بإيدك كيس مزبوط؟ انكور لشوف. أنا الحق علي إني ما سلمتك للكركون، بس خفت لأكون ظالمك. مشان هيك خبيت علينا أصلك وفصلك يا أبو محمد. لا يا مختار، لا، مو مشان هيك. أنت اللي سرقت دكانة أبو صلاح ودهبات أبو نجيب؟ لا لا، ويشهد علي ربي. ورجيني لشوف شو في بهالكيس، مين المعتر اللي سرقته اليوم؟ هات لشوف. شو لك؟ شو مدني نفسك على زبالة؟ شو زبالة؟ أبو محمد، شو هاي الخضرة المنزوعة والعظام؟ احكي، ليش خايف؟ انا يا مختار عندي حليمات بدهم ياكلوا، وعندي بنت مريضه بالهواء الاصفر، ومن شان هيك صار لي شهر ما فتحت دكانتي وما فاتت على جيبتي ولا باره. كل يوم بهالليل بطلع على الحاره وبلم الخضره ببيتي من قدام دكانتي الخضري، والعظام من قدام دكانة أفخري، وباخدهم لحربتي مشان تطبخهم وطعميهم لهالحريمات. أبو محمد، الله يلعن الشيطان. أخي أنا ظلمتك، مشان الله سامحني. يا باطل، حارة عياش في ناس تاكل من الزبالة؟ بس انت غلطت يا ابو محمد، كان لازم تجي لعندي وتحكي لي عن وضعك. ما بقدر يا مختار، والله صعبه، صعبه كثير. انا بحياتي ما كسرت نفسي لحدا. لا يا ابو محمد، عمك ابو وضاح مثل اخوك الكبير، طول عمره ساتر الحاره بعد رب العالمين. سي خالي، اوعى تقول لا. لا بترجاك يا مختار. أبو محمد، اعتبرهم أرضى، وبس تفتح دكانتك والله يعافي لك بنتك وترجع لي إياه. عمي، خذهم خذهم، ما في أشي، مثل ما قال لك أبو وطاح، أرضى وفا. كتر خيرك يا مختار. خير الله يا ابني، وخصيمك الله بس بتحتاج شي وما بتشيل عندي. كتر خيرك، اسمح لي. لحظة أبو محمد، تأخذ الأغراض معك، خلي الحريمات يأكلوا. لا والله يا مختار، أنا هدول أخذتهم لأنهم دين، بس هدول ما بقدر. أبو محمد، تأخذهم. ما أجى أبي يا مو؟ لا يا مو، ما أجى. يا مو، شكرية جوا عم تبكي. ليش لك يا مو؟ جوعانة يا مو. آخ يا رب، يا رب بحسنة هالحريمات تفرجها علينا يا رب. الحمد لله على كل حال. انت يا مو تقبريني، مانك جوعانة؟ مو كتير. تقبري عظامي ان شاء الله. إليك من مبارح بلا أكل، بتقولي مو كتير.
اجى ابوك ان شاء الله يكون جايب معه شيء يتاكل. اهلا ابن عمي. الله يسلم هالايدين، الله يسلم هالايدين يا ابن عمي. ابن عمي ما قلت لي شو بدي اقول لك؟ لمين اعطيت غراض المونه؟ لصاحبين النصيب. ويرضى عليك لا تسألين عن هيك شغلات مرة تانية. هذا الكيس فيه برغة، هاي الطاسة شو فيها، وهي قاورمة يا بنات، وهي جبنة، وهي كيس الخبز. روح إلهي يعمر بيتك يا أبو وضاح ويكتر خيرك. يا بنات اليوم رح تتعشوا أمي، اليوم رح تعبوا بطنكم. إلهي إلهي يرزقوا للي رزقنا يا رب. آمين يا رب. ليك يا بديع، يكون بعلمك هدول دين برقبتي، وبكرة بس الله يفرجها لازم ردون. وكمان المختار في إله برقبتي 3 ليرات ذهب. الدنيا فيها موت وحياة يا بنت الحلال، هدول لازم يرجعوا للمختار. إن كنت عايش وإن كنت ميت. بعيد الشر عن قلبك، بس يا حسرة منين بدنا نجيب 3 ليرات ذهب؟ بيفرجها الله، بيفرجها الله. الأيام جاي ولا ما يظهر الحق، وقت لك الحادث حديث. أنو حق ابن عمي؟ لا ولا شي ولا شي، بس أنا في لي حق عن جماعة ولا ما أخده. أخ أخ منك. لإمتى بدك تضل تخبي عني؟ لحتى يقول الأوان لأم طعمي هالطفلة. يلا يا ماما تعال تعال شو تعال مسكي مسكي. فريدة خانم نايمة؟ أم تحسين؟ قومي. لك شو هالريحة؟ الله لا يوفقك عاملتيها كمان، ولك ما بدك تبطلي هالعادة؟ ديبي خانم والله ما حسيت على حالي. ما حسيتي على حالك؟ إذا بدك بحلف لك. لك بدك تحلفي وإنتي بهالحالة؟ بس تغسلي لي بحلف لك. خلص خلص صدقتك. يعني ما رح تضربيني؟ لا ما رح أضربك. بديعة لك يا بديعة. ايه ابن عمي جاية جاية. شو ابن عمي دلال فيها شي؟ لا ما فيها شي، لسات على حالها. لكن ليش ناديتني؟ خدي الدابة بيعيها وشوفي شو بدك تجيبي اغراض للبيت، فواكه خضره لحمه، وشوفي البنات شو لازم اواعي وجيبي لهم. لا ابن عمي هي ضبة، انت اللي جبتهم امبارح بكفونا هلا. لا بتبيعيها وبتعملي مثل ما عم اقول لك. روح الهي يفرجها عليك ويرزقك بحسنتها يا رب.
وجيبي لك شي رطلين بطاطا، بلكي بنسلق لها اياهم لدلال وبتاكل. ماشي ابن عمي ماشي. يلا قومي جلسي، قومي اشربي هالكاسه. شو هذا؟ دواء وصف لك يا الحكيم. قومي. مشان شو؟ مشان شو يعني؟ مشان تبطلي تعمليها يعني بفيد؟ مجرب. اشربي اشربي واشلحيلي اواعيكي مشان اغسل لك ياهم. يكتر خيرك يا ديبي خانم، الله يكتر خيرك. خلصتي؟ يا مو كأنه تأخرت الداية ديبي، مو هيك؟ ايه ما بقى لها تجي. عملي حسابك هاي، انا رح اجيب قطعتين، قطعة لإلي وقطعة لسميحة. تكرم عينك انتي وسميحة. يا مو عملي حسابي انا كمان. ها؟ ايه على عيني. يا مو كمان حرام الداية ديبي، خطيه رح اجيب لها كمان قطعة قماش. ايه انا كنت ناوية اجيب لها. امي اخذتي مصاري بتكفي من ابي؟ ايه اخذت. خلصتي اسئلة؟ يلا خلصينا. سابع نومي. هذا صار تمام. يلا خلينا نبلش. شو بكي؟ شو صار لي؟ ما بعرف شو قرصني. عربي؟ لا مو عربي. حيه قرصتي. حيه ابن تحسين. انتي وقفتي. لك ما بدي واقف. خليني مغبورة. ولك تحمدي ربك انك وقفتي. ولك اذا المشي هكذا شايفيني ما بدي. ولك دخيلكم رح موت. ايه لا تخاف، ما رح تموتي. والله عجزت فيه بس ماله عم يرضى. قال انا ما بتجوز ليجوز اخي عمر. يا مو بركدا زعلان لأنه بيت أبو خير وما عطوا بنتهم. لا يا مو لا، هو من الأول ما نفكر بالجواز، بس أنا يوميت الحق عليه. على قد ما زنيت على راسه قال لي روحي شوفيها. ولا فهمية لسه ما خلصتي؟ لك يلا يا مو خفيها شوي، هلأ أخوك بيضوج علينا. شو يا مو جاهزين؟ ايه يا مو، بس عبين ما تلبس فهمية. كن طولوا على خالتي؟ يعني القريب المغرب. أخي شو رأيك ندور لك على عروس من باب السلام؟ والله مشتيين نفرح فيه. لك أختي هلأ أنا ما عم فكر بجيزة. على كل يعني إذا كان لقيتوا بنت مناسبة اسألوا عنا عن أهلها بعدين نحكي عن الموضوع. إن شاء الله بتقبرني. يلا يا فهمية. جاهزة أنا. الحمد لله صرتي جاهزة. يلا يا مغرب. يلا يا مو الله يخليك، خليني اروح معكم. لا انت خليكي ديري بالك على اخوك مسلم. طب بتجيبي لي حلق وهريسه؟ اي خلص تكرم عيني. ثاني مره انا بروح معك، مو كل مره سعاد. بالله شو لا تتنطط. خلص بقى انتوا التنتين. ها يمكن هي الداية ديبه. روحي افتحي الباب. مين؟ اهلا وسهلا. اهلين. صباح الخير. اهلين. ليش تاخرتي؟ صار معي شغله. اما شو شغله؟ بتفقع ضحك. شو هي؟ ام تحسين. شبه ام تحسين كويتها. يخرب بيتك على هالعمله، ليش كويتيه؟ لك مو كانت عم شو بدي ساوي يعني؟ يلا رايحين. يلا تفضلوا. يلا خاطركم. الله معك. ديري بالك على جميل على اخوك. تفضلي. سعاد يلا. نحن الحق علينا يا ودهام، كان لازم نبعث لحليم يعملوا زيارات ويشوفوا الناس بالحارة كيف عايشة. والله الحق معك يا أبو الضاح، شلون فاتتنا هي؟ لأنه مثل أبو محمد في متايل يا ودهام، ناس عايشة بالقلة بس نفسها عزيزة وما بتمد إيدها لحدا،
وهدول اللي الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام وصانا فيهم. عليه الصلاة والسلام. يعني هدول يا أبو أدهم اللي بيستاهلوا إنه نحن نساعدهم. والله معك حق يا أبو وضاح. صدقني مبارح حسيت إنه في سكاكين بقلبي عم تقطع فيه من وراء هالمسكين. أبو أدهم ما بدي وصيك، اللي صار ما بدي حدا يدري فيه. وأنا أبو محمد رح خصص له كل شهر من جيبتي مبلغ على بني إنه دين، وما رح أخده من صندوق العضوات لأنه ساعتها رح يدروا، وبخاف يوصلوا خبر إنه هن دريوا يقوم ما يرضى ياخد. طول عمرك كبير أبو وضاح، قول وفعل. الله يجزيك الخير ويزيدك من نعيمه ويديمك لهالحارة ولكل أهل الحارة. الله يعزك يا أبو أدهم، الله يعزك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلين. بالله يا أخي بدي أسألك سؤال إذا ما في سؤالين. تفضل عمي. مو هاد خان المعلم نصري؟ إيه مزبوط. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله محييك. مين حضرتك بلا صغرة؟ والله نحن من ديرة المرج. يا ميت أهلا وسهلا فيكم. شو مطلوب عمي؟ والله نحن مبعوتين لعند المعلم نصري، بدنا نقعدنا شي يومين ثلاثة بالخان. مين بعدكم؟ بعدنا ابن عمي، لانه صحبي هو المعلم نصري، الروح بالروح، ومين ما اجى على الشام من عندنا بالبلد بيبعته لعند المعلم نصري. بقى وين المعلم نصري؟ بقدر شوفه؟ موجود هون بالخان. والله انا ما بعرفه، ممكن زكاتك نادينا عليه. ايه مو على راسي، تكرم عينك يا يا معلم نصري. ايه يا عقيده، شرف عمي شرف. ايش احني جاي؟ خير شوفي شو وصل ليكو. هذا المعلم نصري بشحمه ولحمه، الشاب جاي من ديره المرج، مبعوث لعندك خص نص. أهلين أبو ضاي. أهلين معلم نصري. أهلين برجان. أهلين معلم نصري. يا ميت أهلين وسهلين. أهلين برجان. أهلين والله. يا ما الله يرضى عليكي. هلا بدي أنت تفتح لي خاتي تسألي لي إياها. إش كان جوزها جوا؟ أنا ماني فايد. إش كان مو جوا؟ فوت سلم عليها. يوه ليش تقمرني؟ فوت سلم عليك رمال خالتك. بعدين والله الرجال بحبها وكان يحبها، وابنك الله يرحمه كتير ما يطلع من عنده ونطح ونبنه. لك يا امي على عيني وراسي هذا الكلام، بس هلا بدي افتح لي سيره الحج. ما بنخلص بعد العشاء، صرت سمعانه منه اكثر من 20 مره، يا حفظت اكثر من اسمي. يلا يا امو يلا. ان شاء الله بتقبل قلبي. تعال يا امو تعال. خبرني. معلم معلم الله وكيلك انا بدخلني، هدول الزباين عم يجي يقولوا وين المعلم المصري وين المعلم. انا بقول لهم ما في معلم مصري هون بالخان، في معلم واحد بس. لحق لك روي ابو صياح، روي انت معلم وسيد المعلمين كمان. تسلم عقيد تسلم. عقيد الزباين عم ينبسطوا كثير بالجاي على الخان بصراحه، يعني عم يروحوا يقولوا لكل زباينهم ومعارفهم انه تعالوا لعنا على الخان. بعرف وبلاحظ هالشيء، مشان هيك انا قايم لك اكراميه مرتبه. الله يخلي لي اياك يا عقيد، والله ما عامل لك هيك مشان الاكراميه. لا تستاهل إكرامية وحبة مسك فون وبوسة من الشوارب الحلوين. أبو صياح أنا بعرف إنك عم تساير الزباين وعم تخدمهم وعم تحكي لهم قصص وحكاية بالليل، بس خلي قصصك مشلبنة شوي، يعني بتتصدق من قريبه. مفهوم عقيد مفهوم. عقيد في قصة بدي لك عليها. احكي. أنا لقيت بنت الحلال نويت الجواز. صلاة محمد. صلاة محمد يا عقيد. لك إيه؟ ها؟ بدنا نفرح فيك بقى. الله يخلي لنا إياك يا عقيد، الله يخليك فوق راسنا، وإن شاء الله إلهي يا ربي فرحك بشوفة أدهم بأقرب وقت يا عقيد. اسمع أبو صياح، جوازتك كلها علي. ما في داعي عقيد، أنا مصمد لي قرشين. لا هدول خليهم عندك تحتاجهم بعد ما تتجوز. الله يخليك ويديم عزك يا عقيد. أستغفر الله يا أبو صياح. يا مختار، هذا الزلمة لازم نحط له حد. صار 4-5 سوان متطلقين من تحت راسه، وحارة الكوم قايمة وقاعدة وعلقانة بالمشاكل بسبب السحورة يلي عم يعملها للنسوان. الله خايف نكون عم نظلمه. لك شيخي، أنا كل اللي سمعته عن هالرجال إنه بيكبس وبيقرأ قرآن للضعفانين والصغار، أما هي شغلة الشعوذة والسحورة لا ما سمعت فيها.
بس أنا يا مختار لو ما كنت متأكد وشايف السحورة بعيني ما حكيت. وبعدين أنا يا مختار ما بحكم بالظن ولا بتبلى حدا. لا حاشاك من التبلي والظن شيخي، أنا ما قلت هيك، أنا قصدي يعني دي أختي مختار في حرمة بدي أشوفك. خليها تفضل. تفضلي أختي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أختي. أنا أم سليم مرت أبوه لأبو سطيف. خير أختي؟ جاي أشكي لك على أبو سطيف. ليش شو مساوي أختي؟ قطعنا من المصروف يا مختار وما عاد عطانا ولا برغوت. وانتي هيك بدك؟ والله يا مختار أنا ندمانة على اللي عملته، جاي أطلب منك السماح، واللي أنت بتحكم فيه نحن رضيانينه. ماشي، لنشوف الشيخ نزيل شو رأيه. شو رأيك شيخي؟ عليك يا عمال. يلا يا شيخ، هل الفيديو يلا شعر هاتي لشوف. يلا خلصيني وانتي ولي. يلا أدمر أربي أختي أربي اشرحي شرب ميتك وأربي تعي ولا حركة ولا هك ولا حركة يا حباب طلعون طلع يا حباب يا طلعون لسه معك شي خلاص هذا شاهر ابن مشاهر يسلم لي عينه الله يخليه لأمه يا رب أملك معكم شرف ما في أخلاق ما عندكم الحريمات تخافوا عليهم روح يا شاهر الله يحميك ويستر على حريماتك آمين أنت بتعرفيني يا أختي؟ إيه أنا ديب الدعي وهي أم خيرة وبنت سعاد حريم هاشم أفندي السبعة نعم الله يبعث لي حمى إيدك مجروحة؟ لا أختي لا هذا دم هدول الكلاب يا أم سعاد معك محرمة؟ إيه يا أم معي يلا يا شباب كل واحد على شغله يلا غطي وشك يا مو الله محيي أصلاك البطن الحملة الله محييك على رأسي والله لك تسلم كل الرجال مثلك يا هيك القضايات انت اللي خذيت الحريم بحارتنا يا وطي لا يا أكيد لا خبروني هذا أبضاي هو خلص حريم الهلندان شو؟ مثل ما عم أقول لك لا تأخذنا أبضاي حقك علينا بسيطة عقيد صغيرة لكن وين هالكلاب اللي اعتدوا على الحريم بحارتنا؟ أكلوا نصيبهم هذا خنجر واحد منهم ومنين راحوا هالكلاب؟ من هون عقيد بتروحوا وراهم وما بترجعوا إلا وهنن معكم يا مرق عقيد منين الأبضاي بلا زغرة؟ محسوبك من حارة عياش والله والنعم منك ومن مختاركم ومن عقيدكم ومن كل أهل حارة عياش والنعم منكم عقيد رأيتك بيضة عمي يشهد الله أنك فضلت علينا وعلى كل أهل حارتنا يا ابن الأصول رأيتنا هي رأيتكم ورأيت كل أهل الشام عود خالي وسمع شو بدي لك أمرني معلمي خالتك مرت أبوك بدها تجيب ولادها وتجي لعنكم اليوم بقى الله يرضى عليك بتنبي حرمتك أنه توجبها وتنسى الماضي والمسامح كريم لك ابني وخالتك مرت أبوك مثل أمك يعني لازم تتحملها وتكرمها كرمال أبوك وإلك أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي وسلم وبارك عليه خسر وخاب خسر وخاب خسر وخاب فقال له الصحابة من هو يا رسول الله قال من أدرك أبواه ولم يدخلاه الجنة والله يا جماعة أنا بحياتي ما عصيت لا أمي الله يرحمها ولا الوالد الله يطول لي بعمره بس اللي صاير هالمخلوقة من يوم اللي تجوزها الوالد وهي بتكرهني وبتكره أولادي ومعلمي بيعرف القصة صحيح لك خالي صحيح بس يعني كرمال عين تكرم مرج عيون مهما كان بيضل هذا أبوك وولاده بيضلوا أخواتك وأنت مسؤول عنهم أمام الله وأمام الناس فالله يرضى عليك توم على الدرج بتاخد شوية مصاري بتشتري شوية لحمة وخضرة وفواكه بتاخدهم لحرمتك تطبخ لهم عشاء وبتروح بتعزم أبوك ومرته وولاده إذا عزمتهم أنت أحسن ما يجوا لحالهم يلا خالي يلا يكتر خيرك معلمي في معي مصاري لحم كتافي من خيرك سلامة خيرك أبو سطيف بس هي العزيمة على حسابي يا أخي
خلصك ابني خلص، ساوي مثل ما عم بيقول لك المختار. حاضر. معناتها من بكره بتبلش بعمار البيت وبتاخذ حرمتك واولادك وبترجع لبيت اهلك، واللي وعدتك فيه رقبتي سدادي. الله يديمك ويطول بعمرك يا رب. الله يجزيك الخير يا ابو وضاح. ولو الناس لبعضها يا شيخي. هذا ابوك ابن عمي ابو خيره. ها هذا انتو وين كاينين؟ بالسوق. بالسوق. شو عم يساوي وراكم هذا الواطي؟ وين بالك يا رجال؟ عاشي ورانا خايف علينا. خايف عليكم؟ ايه. من شو خايف عليكم؟ احنا بس انا بوحد ابن عمي عيب. عيب على اللي بيساوي العيب، امشي قدامي انت وياها. خير يا قضاي، ليش ماشي ورا الحريم؟ والله ماشي لاحميهم يا عمي فخير، وانا ماني عارف وين هدول الحريم. عامل لي شهم وبضاي. امشي بطريقك، امشي امشي، بعدين بيحكي لي كل حادث الحديث. الله يسامحك عمي، الله يسامحك. امشي بطريقك. حركي انت وياها. يلا حركوا خلص رايحين. السوق مبين. لك انا بدي اعرف امتى بدك تخلص قصتنا مع بيت العياش. امشي انت وياها. حركي يلا افتحي الباب اشوف. امشي قدامي. فوتي معقول بدك راهو؟ اي والله يا مختار مثل ما عم بحكي لك. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا بده كفينا بنرده. والمصيبه انه ابو نجيب اخي الاكبر مني وايدي ما بترفع عليه. لك شو عم تحكوا يا جماعه؟ شو كفين ما كفين؟ رجال كبير بالعمر، شو هالحكي هذا؟ حتى مجوز من الله يحكي مع اخوه الحكي يا الله. من هذا عليكم السلام. اهلين عليكم السلام. فهو ما بده احوال حريماته ويدير باله عليهم؟ بعدين نسينا هالكريم ابن كريم شو عمل بجنازة ابن نجيب؟ بالهداوة يا ابو ادهم بالهداوة، الحلم سيد الاخلاق. مزبوط يا شيخ نزيل، خلونا نفوت نصلي وبعد الصلاة بنلتقى بالمضافة ومنحل الموضوع. شرف تفضل يا شيخ. تفضل تفضل. يلا يلا يلا. اخ يا امي دخيلك نار وشعلة، الله لا يوفقك يا ديبة، الله ينتقم منك ولك الله يبليكي مثل ما الله بلاني. الله يغضب عليك يا تحسين، يا ردي خلفت كلب ولا خلفتك، كل السبب منك يا ابو تحسين. الله ينتقم منك، الله لا يوفقك ولا يردك. اخ دخيلكم دخيلكم دخيلكم. قاعدين فارغ؟ ما بتاخر مختار، بس بدي سلم على الشباب بالحاصل، صار لي زمان ما شفتهم. يلا السلام عليكم. الله معكم. السلام عليكم. شايف فصول ابن نجيب شيخي؟ الله يهدينا ويهديه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين باشي افندي. شرف شرف. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك شيخي؟ الحمد لله رب العالمين. اهلين بابو خيرو. أهلين يا مختار. شو أبو خيرو؟ شايفك مو على بعضك، في شي؟ اسمع يا مختار، أنا موجه عليك الله تقول لبيت العياش إنه يكفوا أذاهن عني، لأني أنا عم بتحاشاهن محاشاي. سامحتك أبو خيرو، صلي على النبي. ودام عود عود وروي، خلينا نفهم شو القصة. عود. اللهم صلي عليك يا نبي. يا بخيرو هات لشوف شو القصة بدون عصبية. الله يرضالي عليك. هذا شاهر ابن عمه للأخ. الله وكيلك أبو عبده شاف السحر وكان في براسه عقله طار، وبساعتها بعت ورقة وصفون وساعة سماعة يا أم وضاح. الله لا يورجيكي. وأنا مبارح بدرحت الليوان لقيت سحر، بس هي ما في غيرها. ودخلك شو في السحر؟ في شعفة لي وقبر مشكوكة فيه ودم وريحته طالعة. إن شاء الله إلهي بتتقطع نفس السحر اللي لقيناه بحوض سريعة. معناتها اللي عمل هاد عمل هداك. يا أم وضاح ما بدها اثنين يحكوا فيها. إلهي لا يوفقها ولا يقشع خير قادر يا كريم. دخلك وأخي أبو صفوان شو ساوى؟ يو شو بده يساوي؟ تقبريني مثل العادة، بده يبريها. لك اسمعي أم وضاح، ما في إلا يسأل بنته ويرفع لها بحواجبه. أنا إجتني الضحكة ما بقى فيني لم حالي،
لك عم بيأشر له بحواجبه وعيونه ويقول له يا بي انت متأكدة انه امك هي اللي عطتك السحر؟ لا، وفوق منها بيقول له لأبو عبده في قلنا عندكم حرمة بعد فترة بدنا نجي ناخذها. شو قال له أبو عبده؟ قال له أبو عبده لا تفتح لي هالسيرة لبعد 40 ام نجيب وساعة منحكي. هسمر تخيص اجت وفيقة. يو تجي مالي سائلة، كل شي صار مبين وعلى المكشوف تقبريني. مرحبا عمتي. أهلي، شلونك سميحة؟ الحمد لله. شلونك عمتي رويدة؟ إن شاء الله أحسن. أحسن عمتي أحسن. الحمد لله تقبريني. بقى بجوز هيك يا مختار؟ بصير أولاد الأصول يعملوا هيك؟ والله إذا كان الحكي صاير معناتها شاهر غلطان والغلط راكبه من راسه لأساسه، وهذا الغلط مو قليل منوب يا أبو دهام. إذا كان ابن عمي عامل هيك يا مختار رح جرسه بالحارة واتبرى منه، بس إذا كان الحكي مو مزبوط. أنا ما بكذب، أنا شفته بعيني. عم بقول إذا كان مو مزبوط ساعتها حقكم علي وبكون أنا غلطان، بس عم قلك أنا شفته بعيني. شو بكذب عيني؟ خلاص أبو خيرو، ترك الموضوع علي. أنا إذا تأكدت إنه هالشي صار لكل حادث الحديث. شو عليه؟ يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شو القصة بدام؟ شبهن أولاد عمك؟ لسه كل يومين والثالث بنطلي واحد منهم وبيعمل لي مشكلة. من إمتى كانوا بيت العياش هيك؟ ها؟ والله ما بعرف يا مختار، أنا ماني مصدق. شاهر أنا مربيه، كله شهامة وشرف ونخوة. شو مختار؟ الباعي الراي بدك يعني خير؟ لك يا بني آدم السلام ببلاش، مو مصاري. ها؟ إيه السلام عليكم. وعليكم السلام. عود عود ابن نجيب. ايه سيدي راسي، ما قلت لي شو بدك مني؟ مو عيب عليك يا منظوم تطلب من اخوك ابو فارس كري لبناتك؟ هو هيك قال لك؟ يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم. لك انت بدك تستحي على حالك ولا لا؟ ايش حكينا سيدي راسي؟ سكوت بلا بوجه، لولا كرامه الحاضرين لامسح فيك الارض. لك ببوسي لك مختار، شو حكينا؟ اسكت! خلاص روق يا جماعة، اهدوا خلونا نعرف ناخذ ونعطي. الله يرضى عليكم. الله يجيبك يا طولة البال، لسه ما بنخلص مو قاعد بيطلعنا التاني. شو شيخي؟ ببوسي ايدك احكي لك كلمة، لك ايش شو كفرنا؟ يا أبو نجيب الحياة قصيرة وما حدا أخذ منا شيء. ولك بدال ما تقول له يكتر خيرك لأنه بده يحوالك حريماتك، جاي تطلب كراهن؟ لك شبك يا رجل؟ نسيت اخوك ابو فارس شو عمل معك بعزة حرمتك من غير اليوم؟ بالله بالله مختار، عم تحكي بكل عقلك انت؟ كله وضع عمي، دين وفا، شو نسي حضرته؟ شو اخذت له نوت يوم عرسه؟ شو نقطته حضرتك؟ شو نقطته؟ صحن زبيب هالقد، اه والله هالقد، رطل برغول. الله وكيلكم، الله وكيلكم، الك حالي لك حرام، خليها كله وحنته. شو فيها يعني؟ الله يصلحك، شو البعزة كانت ايدك فاروطية كتير لك يا ابن نجيب. بشرفك مختار، بشرفك مو بعزة، والله اندمت. بس معلش يا حرام، خليه يتحلى، خليه يتحلى بعد البرغلات خطيه. ولك اخي قيمنا بقى من البرغل والزبيب، ما اختلفنا، انت مفضل على اخوك وطامره بافضالك، بس انك تجي تطلب منه كري لبناتك هي مو حلوة منوب منك ابن نجيب. نوبة اسمعوا لا سمع سيد راسي، بالله مختار عم تحكي بكل عقلك؟ يعني ياخد بناتي، بناتي قلبي، ياخدهم يشغلهم خدامات له ولحرمته وما اخد كراهن؟ بصير الحكي؟ اتق الله يا رجل، اتق الله، بناتك صغار وما بينتركوا بدار لحالهم، يعني بدهم حرمة ترعاهن وتدير بالها عليهم، بعدين من كل عقلك أخوك بده يشغله لبناتك قدامه؟ لك احسبها ابن نجيب، تعال أقول لك، هلا بعد كم يوم جاي العيد وبناتك بدهن أواعي وصرامي وخلافه، وأنت صفيت على الحديدة بعد ما انسرقوا الذهبات، يعني ما عدت قدرتك تجيب لهم شيء. بقى مو أحسن لك يتكفل بملبوسه لأخوك أبو فارس وترتاح من كل الشغلة؟ إي والله، إي والله ما أجت بالي يا مختار، والله العظيم ما أجت بالي. يا شفت صار لك زمان ما عم تحسبها منيح، حسبها منيح لك ابن نجيب. اه وهيك بيكون ابو فارس هو الخسران مو انت، يعني لازم انت اللي تعطيه. شو هاد شيخي؟
شو تفضلتوا سيد راسي؟ انا لازم اعطيه؟ لا سيدي ياخذهم يضرب منه له، لا بيعطي ولا بيعطيني سيدي، ما بيعطيه. يا شفت ما احلاك وقت تحسبها وما تبعزي، لك شفت ما احلاك.